تعادل ايجابي في الشوط الاول بين الاهلي والداخليه 1-1. في شوط سيطر عليه النادي الاهلي سيطره كامله، يمكن احرز قفشه هدف في الدقيقه 18 من تسديده بيسراه، ولكن بعد الهدف استسهل لعيبه النادي الاهلي، استسهلت المباراه. وفي الدقيقه 44 تم العقاب بركله جزاء عن طريق الداخليه الذي لم يكن له وجود تماما في خلال الشوط الاول، واحرز منها كريم يحيى هدف التعادل لينتهي الشوط بالتعادل 1-1 عكس سير اللقاء. كابتن ماهر شايف تعادل غير مستحق. بالظبط زي ما انت قلت يا ايمن، عقاب في الدقيقه 43 هدف الداخليه من هجمه واحده بس منظمه، عملت كروس لمس الدماغ اكرم، وبعدين حصل التحام بين ياسر ومهاجم اسلام عبد النعيم. اسلام عبد النعيم طبعا بعرقله فيها تهور بضرب جزاء عشان يتعادل الفريقين. لكن من بدايه المباراه يا ايمن زي ما احنا قلنا واجمعنا الاستوديو التحليلي ان فعلا التشكيله واللعيبه ومستوى اللاعبين اللي موجودين في بدايه الشوط الاول هنحس النهارده ان في كوره بتتلعب. بصراحه قعدنا حوالي يمكن ما يقرب عن نص ساعه تحس النهارده في هجمات ما كانتش موجوده قبل كده، في انتشار باص مع التحرك، مع تحركات لعيبه النادي الاهلي، اطراف الملعب، الجناب، الحاجات اللي احنا بنحبها في اداء النادي الاهلي، اللي حتى كمان الجمهور بيحبها، حته الدبل باص، الوان تو، الاسيست، التصليح، التصويب من خارج ال 18، يعني حاجات كانت بتتعمل في النص ساعه الاولى. بيشارك فيها يمكن اجناب الملعب، محمد هاني مع قفشه مع رضا سليم، كريم مع امام عاشور مع حسين الشحات، وبعدين طبعا الهدف اللي جه هدف قفشه من تصويبه، نتاج بقى الشغل اللي حصل ده، الثغره اللي حصلت، الاسيست اللي عمله كهربا انه صلح الكوره لقفشه استلمها ودخل وبعدين صوب برجله الشمال عشان يسجل الهدف. احنا كنا مبسوطين جدا من الاداء والتحرك من لعيبه النادي الاهلي، وكنا طمعانين بقى ان بعد نص ساعه دي ان احنا نزود. مزبوط. الهدف الثاني، الهدف الثاني كان هيقتل المباراه بلغه الكوره، ونقدر الشوط الثاني نقدر كمان نزود الغل. لكن هي كده ايمن في لغه الكوره ساعات بيحصل نوع من التراخي، ساعات يحصل نوع من الثقه والطمئنان، لدرجه ان احنا بعد نص ساعه حتى الهجمات يمكن الفرص اللي جت لنا في الدقيقه 3 و15 وبعدين دقيقة 28 و29 ما كانتش إيجابية، ما كانتش فيها إتقان على المرمى. لكن زي ما أنت قلت العقاب بعد كده للداخلية إن هو قدر يرجع للمباراة، طبعا بالهجمة الوحيدة اللي كانت على مصطفى شوبير، الكروس العرضي، وبعدين التهور اللي حصل بين ياسر ومهاجم الداخلية، اتحسبت ضربة جزاء، اتسجلت هدف. ده عشان بس يخلينا بقى بدايه الشوط الثاني ان احنا نرجع تاني للكره الحلوه والايجابيه اللي احنا كنا بنلعب بيها في الشوط الاولاني. كابتن شريف، يمكن زي ما بنتكلم دايما على البدايات، النادي الاهلي ابتدى بدايه كويسه وقدر في الدقيقه 18 زي ما قلت للكابتن ماهر ان هو يسيطر، وبعد 18 دقيقه بالظبط قدر قفشه نتاج السيطره ديت ان هو يحقق هدف بيسراه، وهدف جميل جدا، وزي ما قال الكابتن ماهر نتيجة لعبة ما بين إمام عاشور، كهربا، وقفشة، وسيطر النادي الأهلي تماما على مجريات الشوط الأول، إلا إن النتيجة مش في صالح النادي الأهلي. إحنا اتفقنا مع بعض قبل المباراة إن بتكوين اللعيبة دي وبالاختيار في التشكيلة دي كويس هتضمن لك أداء جيد، والنهارده شايفين حاجة مميزة جدا، تحركات. تمام. اللعيبة كلها بتتحرك. كل اللعيبة عندها حيوية، كل اللعيبة كويس بتفكر ان هي تجيب جول، لغاية لما انت جبت الجول اتقلب الحال ان انا هكسب في اي وقت، وتأكيد الفوز في اي وقت، يجي وقت ما يجي. الحكاية بقت الريتم، بدل ما بقى بنعمل ريتم منظم جيد لانهاء الهدف الثاني ونخلص، لكل واحد عايز هو اللي يجيب الجول، كل واحد عايز يشوط من 40 ياردة، كل واحد عايز يستلم وقت ما يستلم، يعني حسين الشحات بتجيله ثلاث كور في جوه ال 18. مش محضر لما الكورة تجيله هعمل ايه؟ عايز يعمل البلان بي بتاعه لما يحصل
ما هيتلم عليك ثلاثة يا أيمن وياخدوا منك الكورة ومش حدش هيسيبك. لازم أنت يبقى عندك الرؤية إن أنا لو الكورة جت دلوقتي هتصرف أعمل إيه؟ هيعمل زي كهربا مادة قفشة؟ هعمل زي ما أنا أحضر لإمام عاشور وهو جاي من ورا؟ الحاجات دي هي دي اللي بتسبب لك الأهداف وبتسبب لك كل حاجة. رضا سليم وحسين الشحات الاثنين بختك يا أبو بخيت. أنا مش واقف وبيستغل حيويته وبيدوس على الكره وبيخش لجوه وعايز يعمل 1 2 ويعمل احنا على طول بنشوف حسين الشحات ده بيقطع لجوه وبيبعت بليسنج ما عندوش النهارده. بس هو متحرك عن رضا. رضا الظهر طلع رضا مش بتاع الناحيه اليمين بقى. الهارموني بتاعه هو وهاني مش ماشي يعني. شايف كده ان اكرم هو اللي بيملى. اكرم بيملى مكان رضا. واكرم عنده الحيويه ان هو بيلعب في كل حته وكلها. هاني كويس بعد الغياب شوية دول راجع برضو واقف على رجله بيلعب بالعرض وبيوصل للمنطقة الحساسة اللي هي ممكن تقدر تعمل منها أهداف وحاجة كده. والفرقة حط نفسها في موقف ما كانش مفروض أنت النهاردة تبقى في هذا الموقف. أنت المفروض يعني حتى لو طلعت 1-0 السيناريو اللي أنت كلمتني عنه المظلم حصل صحيح. يعني حتى لو أنت كنت خارج النهاردة ب1-0 كنت هتبقى بتبحث انك انت عايز تجيب الجول التاني. دلوقتي انت بتبحث المباراه 0-0 صحيح مش 1-1. كابتن اسامه الشوط الثاني وكيف يفكر مستر كولر بعد التعادل 1-1؟ اعتقد هينزل بنفس التشكيل يعني ما اعتقدش انه هيغير. ما اعتقدش الامور كانت سهله بالنسبه لك. برضو الدقيقه 18 هدف يعتبر بدري مش هدف متاخر. احنا كان كل اللي بنقوله انه الهدف الاولاني يجي فرقه الداخليه هتنهار. بس انت لو خدت الامور بجديه ويمكن الكابتن شريف اتكلم عن النقطه دي في لما كنا في بدايه اللقاء انه ما يحصلش استسهال او تراخي. انا عندي احساس ان بعد الهدف لعيبه الاهلي جالا احساس جالا احساس ان خلاص الماتش انتهى وهيجيبوا جون بسهوله. يعني اكتر من كوره لحسين الشحات ممكن ينهي عايز بيتاخر في انهاء الهجمه عايز يبصيها لحد يخش زياده اكتر من كره عرضيه لرضا سليم ما فيهاش اتقان. يعني بيوصل بس العرضيه او اللي هي اللمسه اللي قبل الاخيره ما بتروحش لحد مظبوط يا بعيده يا بتضرب في واحد يا متاخره. برده كهربا راح بكره سهله جدا امام عاشور لعبها له بدل ما هو يروح ويكمل ويجيبها جون حاول يعملها بالعرض لحسين الشحات تلموا عليه. فاللي انا اقصده ان المباراه كانت في المتناول جدا الشوط الاولاني وجبت جون بدري ولكن انهاء الهجمه او اللمسه اللي قبل الاخيره مش مظبوطه. فانا اعتقد ان مستر كولر هيفضل بنفس التشكيل وبعد كده يمكن التغييرات تيجي بعد 10 دقائق. طيب ولا حاجه. كابتن عادل رايك في احداث الشوط الاول والسيناريو المتوقع الشوط الثاني؟ لعيبه الاهلي يعني استسهلت المباراه بعد 1-0 من اول مباراه شوتينج ملوش اي داعي ريسك في حاجات عدم الباص والتحرك عدم تفنيش الهجمات. تبص تلاقي اللعيب في ال 18 عايز يدي الكوبري للعيب قبل ما يجيب الجون عايز يرقص قبل ما يجيب. هكذا مباراه اللي ممكن تبعدك عن الدوريات هي دي المباراة السهلة. انا قلت لك قبل الاستوديو يا كابتن انا ما بخافش من المباريات الثقيلة. انا بخاف من انا بقى لما شايف زي دي انا بخاف من المباريات دي لان طبعا. انا مش بخاف من الخصم انا بخاف مني انا. فلا ان اراد نادي الاهلي حلول الشوط الثاني الحلول لازم ما فيش تغيير ولا حاجة لانه اللعيبة اللعيبة كلها يعني في المتناول الموضوع ولكن لازم جدية اقوى لازم يجيبوا جون والتاني والتالت عشان يأمنوا. عارف يا كابتن هدف المباراة راح لحتة تانية. الحتة التانية في هدف المباراة اللي راحوا له ايه هو؟ اللي هو يا كابتن أيمن انك انت كنت عايز تخلص المباراة بدري عشان تلعب عشان ما تعملش مجهود. اديك لازم تقرص عشان تكسب المباراة، لازم تجري كتير الشوط التاني عشان تكسب المباراة، لازم تدافع كويس وتهاجم كويس عشان تكسب المباراة. انت ليه حطيت نفسك في الموقف ده؟ انت اكتر من هدف ضيعته ومش ضيعته. انا مش بتكلم على انه ضيعته اللعيب يشوت براحته وكل حاجه بس كان فيها رعونه شويه بلغه الكوره. يعني كل هجماتك فيها ريسك ولعب مش جيد. شوت على الجون
وانت مش معدول جسمك، كل الحاجات دي كلها ممكن توصلك انك تفقد النهارده النقطتين، ولو فقدت نقطتين فرصتك في الدوري بتتقل وبتبعد. فلازم بس الكلام ده ليه؟ نتيجه الثقه زايده ولا نتيجه الماتش خلاص 1-0 والماتش تقريبا محسوم يعني؟ يعني ما كانش فيه وجود للداخليه الشوط الاول خالص والله، سوى في الكره اللي احنا شفناها وجت منها ركله الجزاء. شوف يا كابتن، اللي انا شايفه من الاداء في الملعب انه نتيجه زايده، يعني ثقه زايده، ثقه زايده وهم مستقلين المباراه شويه، اللي هم هيكسبوا في اي لحظه واي دقيقه. الفرقه دي واخده منك 4 بونت قبل كده. لازم يشدوا وينزلوا الملعب الشوط الثاني ياخدوا الكره الثانيه. كابتن، فرقه الداخليه بتاخد الكره الثانيه منك، عارف معناها ايه؟ هو ما عندوش انتشار جيد، عنده انتشار دفاعي مش هجوم، وبياخد الكره منك. انت في كره اتعملت من ناحيه اليمين رضا سليم، رجعها لنص الملعب لواحد من الداخليه اللي هو دابو. يعني لازم يبقى في صحيان شويه. اعتقد ان مستر كولر ممكن يعاقب بالتغييرات من بدايه الشوط. انا لو منه هعمل كده، عاقب بالتغييرات. تغير مين؟ اغير، انا اغير رضا سليم، واغير، انا عندي طاهر محمد طاهر بره، عندي احمد عبد القادر لازم يتواجد، احمد عبد القادر لعيب كبير ولازم يتواجد. ممكن حسين الشحات مش متواجد النهارده، بيلعب اللعب وبيرسك وهو مش معدول يشوط. ممكن اغير عمرو السوليه، انزل عمرو السوليه في وسط الملعب، دول من اللي اقدر اغيرهم. يعني في ديانج طبعا في نص الملعب، انا ممكن اغير الاثنين في نص الملعب وخلي ديانج، اغير اكرم وخلي ديانج عشان كمان حته دفاعيه وحته هجوم عشان الكره الثانيه. لكن انت طول الوقت بتلعب لعب مش منتظم، بتلعب لعب الباص فيه نادر، الشوتنج مبالغ فيه قوي، وحتى الاصرار قليل. كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله لحسم المباراه. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.